تبارك الله عليه شاطئ سيدي بوزير مؤخرا بدات تشوفوا النظافه، تشوفوا لي ستاسيونمون ديال الدراري ديال الوقايه المدنيه، كل واحد عنده بوست ديالو. من ناحيه النظافه راه بان لي نقي، من ناحيه الاقبال راه مازال حيت الديبي ديال الصيف دابا، والحمد لله كل واحد واخذ الراحه ديالو. انا ديما تنجي هنا ما عمرني لاحظت شي حاله ديال السرقه ولا حتى الناس اللي تيجيو هنا رقيين، فهمتي؟ ماشي شي وحدين اللي. اما بالنسبه لا سيكوريتي راه كاينه، النظافه كاينه، الشاطئ ممتاز، الرمال ذهبيه، فهمتي؟ وحتى لو كولور ديال البحر سبحان الله العظيم، ترى كاينه الزروقيه، كاينه شويه ديال الخضوريه، كشكوش راه بنادم سميتو من النوع الممتاز، من النوع الممتاز، فهمتيني؟ يعني مؤخرا ولينا تلاحظوا ان كاين الحمد لله كاين الامن، تتحس بواحد شويه ديال الامن مؤخرا بعد هذا العام هذا، بعدا كاين الامن من الدرجه المستوى الاول، فهمتيني؟ خويا شاطئ سيدي بوزير من احسن الشواطئ، من بين احسن الشواطئ اللي في المغرب، نقي ومزيان من ناحيه المياه ديالو، من ناحيه الرمال ديالو، خاص الانسان يتهلا فيه وما يلوحش الازبال وصافي. عندك الجو جديد بعد راه ولافه هذه من جهه، وخويا سيدي بوزيد كيف كنقول لك بحر زوين ونقي وكالم ترونكيل، زعما ما فيش بزاف ديال الويدان ومأمن للوليدات الصغار. انا مزيانه بالنسبه لله على حساب الموجه، شكون طالع انا فيه موجه زوينه، وعلى حساب عاوتاني الجو كيف كتشوف اليوم راه خاص تكون موجه زوينه ولكن ما طايحه بزاف. كيجي مزيان ومفوج بزاف وكيعجبني بزاف، كيعجبني كاع الجديده كامله، كيعجبني البحر ويعجبني ناسها، ويعجبني حتى ناسها مزيانين، كلشي مزيان، ونظافة شوية، وزعما ماشي منظف كاع بزاف ولكن مزيان، زوينة، لا زوين، الأمن وداكشي مزيان بزاف. دائما أنا كل عام دابا شي ثلاث سنين أربع سنين وأنا كنجي سيدي بوزيد، كنجي للشواطئ كاع حنا اللي نتاع الجديدة كندوزهم، وهذه زوينة. الشاطئ ديال سيدي بوزيد هو شاطئ زعما ممتاز مزيان، غير هو شويه مع الحكم ديال المسافه ديالو شويه صغيره كيكون فيه شويه الاكتضاض في الويكاند، فهمتني؟ بالنسبه للمهم الشاطئ زوين ونقي، ماشي زعما مسخ بزاف، غير شويه البنيه التحتيه ناقصه شويه، بحال الدروجات شي مره كتلقاهم مهرسين شي بلايص شويه، دوك المرافق الصحيه ما كاينينش، كاينين اللوغويات ديالهم بصح هما ما كاينينش. قرار مزيان، حتى شحال مره كتلقى شي وحدين كيستغلوا الملك العام وكيحطوا الباراسولات، والناس ما كتجي بحال هكا عندها الباراسول ديالها ما يقدرش يديرها، يقدر يديرها في شي بلاصه متاخره من هنا، يعني من الاحسن يكون داك الشيء بالاختيار ديال الواحد. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.